حاليا خلني اتطرق الى موضوع تطبيق الحقيقة او مثال تطبيق للموضوع. مثل ما جاي يشوفون الشكل 2.5 اي اللي امامكم. يفترض انه عندك بوابة اوكي مثبتة من الاسفل في النقطة بي اوكي وسائبة او حرة من النقطة اي. العمق مالت هذه البوابة 5 اوكي، يعني هذه البوابة اللي جاي يشوفها امامك انت حاليا عمقها 5 فوت هذه بهذا الاتجاه كأنما هذا شكلها اوكي، فهذه مثل 5 فوت. ويقول لك هانجد او مثبتة النقطة بي مثل ما قلت لك اوكي، وحرة في النقطة اي، ويكون يعني التكاءها او مرتكزة على سطح املس اللي هو هذه اللي امامنا هذه الاولى اوكي بالنقطة اي. اول شيء يحسب يقول لك القوة المسلطة على البوابة اوكي نتيجة السي ووتر بريشر، نتيجة شنو؟ ضغط عمود السائل، رايد منك شنو؟ اف تمام؟ احنا نعرف اف هي عبارة عن شنو؟ بي سي جي شنو؟ في اي وتساوي اوكي؟ هنا بما انه الضغط من الاعلى والضغط من الاسفل ضغط جوي، فالضغط الجوي البي اي راح ينهمل، فراح تصير هي عبارة عن شنو؟ عن specific weight HCG اوكي في A تمام. هذه المواضيع اللي هسه مبدئيا، هذه اول شيء يقول لك اوجد لي الضغط المسلط على البوابة اللي هي قوة الضغط المسلط الحقيقة القوة. اثنين يقول لك اريد the horizontal force اوكي exerted by the wall point A اوكي، يقول لك اريد القوة المسلطة بصورة عمودية بصورة افقية على النقطة A اوكي. ما معناه شو يريد؟ يريد قوة بهذا الاتجاه B رامز له. ونقطة C قايل لك اريد قوة رد الفعل في النقطة A and في النقطة B بالاتجاهين الأعلى والأسفل، العفو الأفقي والعمودي. نجحنا. أول شيء قبل لا نبلش خلينا نعرف أنه قلنا F تساوي HCG A، وقلنا ال HCG وشنو؟ البعد التناظري لمركز البوابة. شيد البوابة قايل لك عليها ما منطيك البعد مع طولها شقد اوكي، بس منطيك العمق من مستوى وسطها السائل الى اقل نقطة اوكي. فاحنا هسه راح نرجع. اول شيء بما انه ما منطيك هذه طول البوابة ومنطيك 8 من الاسفل وستة من جانبي، فانت تقدر من نظرية فيثاغورس تقدر توجد طول البوابة، وراح يساوي طول البوابة اللي هو خلنا نفرض له نفرض انه طول البوابة يجي من نظرية فيثاغورس. اذا تذكرون نظرية فيثاغورس شو تقول لك؟ تقول لك اكس تربيع اوكي، او العفو مو اكس تربيع، زد تربيع او اي شيء نقول واي تربيع، حتى راح نكتب واي تربيع تساوي اكس تربيع زائد زد تربيع. اكس تربيع باتجاه الاكس اكسس منه 8 تربيع زائد شنو 6 تربيع، هذا الواي تربيع راح يساوي 100. اذا الواي شو يساوي؟ 10. فهذا البعد من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة هو 10 فوت تمام، حتى تعرف من أين أجت هذه المعادلة. فأوكي إحنا حاليا نريد نوجد الـ
تيجي أو البعد التناظري. هذا يمثل شنو؟ زين نجي ذكرون قلنا هو يمثل ال H C G يمثل البعد التناظري من منتصف السطح المائل إلى سطح السائل. نجي وين المنتصف مالته؟ هذا المنتصف مالته. شقد المنتصف مالته؟ هي 6. منتصف 6 شقد؟ 3. إذا العمق من هنا من الأعلى عمق المياه كله 15 وهذه 3، إذا ال HCG يساوي 15 ناقص 3 اللي هو هذا مثل HCG، صح لو مو صح؟ تمام. صار عندنا يساوي 3. نجي ال A هي عبارة عن مساحة شنو؟ هذا البوابة اللي هي مستطيل عمقها 5 مثل ما مذكر بالسؤال، وجدنا طولها شكد 10 من فيثاغورس. إذا شنو صارت؟ في 10 5 في 10 تساوي 50 شنو فوت تربيع، وهذا يساوي 12 فوت. إذا نقدر نوجد مباشرة إحنا شنو القوة؟ لو ما نقدر نوجدها نقدر نوجدها شنو عندنا؟ ماء مالح، كثافة المالح ماء المالح بوحدات البريتش 64، أوكي نسبة في كويت العفو مالته، أوكي مضروب في 12 اللي هو شنو ال HCG اللي وجدنا، مضروبة في A اللي هي المساحة، فيطلع عندنا شنو 38400 باوند فورس، هي القوة المسلطة على من؟ على البوابة. أوكي المطلب الثاني جاي يقول لك أريد القوة المسلطة على النقطة A بشكل أفقي، وليش شكل عمودي؟ شنو رأيتها بشكل أفقي؟ يريدها بشكل أفقي، تمام بشكل أفقي، هذا بشكل أفقي يعني يريدها بهذا الاتجاه، وطالب منك أنه يكون رمزها بالبي، رأيت القوة بهذا الاتجاه بي. أوكي إحنا حتى نوجدها نحتمل نوجد محصلة القوة باتجاه معين، نقدر نوجدها مباشرة، بس قبل أن نوجدها مباشرة لازم نوجد شنو؟ إحنا الإف قلنا هذه قيمتها موجودة، بس قلنا دائما الإف نوجدها بهذا القانون، بس مكانها دائما قلنا يكون أسفل شنو؟ مركز الجسم التناظري أو الرياضي. اوكي لان الاختلاف بمستوى سطح السائل راح تكون القوة مسلطة غير منتظمة، فاكيد راح تكون اسفل لان كل ما تنزل راح تختلف القوة العمق. فاحنا لما نوجد القوة وراح نوجد محصلة نستخدم طريقة محصلة القوة راح نوصل الى ايجاد حرف القوة المسلطة بالاتجاه الهوريزونتال. نجي بما انه الشكل شنو مربع أو مستطيل، المساحة هي عبارة عن B في L، ال I الانيريشيا بالاتجاه ال Y X صفر، وبالاتجاه ال C B شنو ال Y C B B 3 على 12، B اللي هي السمك في 3 الارتفاع على 12، فهي ناتج جميعا 5 سمك في طول اللي هو شكيت 10 فوت على 12، هذا قانون موجود، تطلع عندك 417 فوت أس 4. فهنا حتى نوجد السي بي، أوكي نجي نريد نعوضها، جبنا الانيشي نجيبها نعوضها بقانون السي بي اللي هو قلنا موجود واي سي بي مين قلنا تذكرون هذا المعادلة قلت لكم وراها، وجدنا الاكس نعوض قيمته 417 في الساين ثيتا زاوية الميلان اللي هي شقد تميل زاوية الميلان اللي قايل لك بيها هو تميل بزاوية ميلان حسب ما مثبت هنا زاوية الميلان شنو 6 على 10 لأن الساين مال هاي الزاوية يساوي المقابل الوتر، اوكي ساين
ثيتا يساوي 6 على 10 تجد عوض 6 على 10 مكان ساين ثيتا، لأن ساين ثيتا هذا يساوي المقابل اليمن الوتر فصير 6 على 10 اللي هي هذه موضحة هنا عندك، وهذه أصلا موجودة على 12 اللي هي منه ال HCG في ال A، طبعا هذا القانون جاي نطبقه مباشرة، يطلع عندك البعد هو بعد 417 فوت. هذا من يمثل؟ يمثل ال YCB. قلنا احنا شنو ال YCB؟ هذا ال YCB حتى توجد البعد الحقيقي لل YCB، هذه ال L وبعدها من هنا ايش قد كان البعد، نصعد للا بعد نكمل، هذه 10 فوت طول البوابة كليا. اوكي هنا المنتصف التناظري قلنا ايش قد مالته 5. اوكي واذا تتذكرون قلنا الواي هي عبارة الفرق بين الزيتا شنو سي جي ناقصا لفافة، قلنا الواي احنا اللي نوجده حاليا الواي سي بي، فهي عبارة عن الواي سي جي زائدة شنو ال L اللي تونا حسبناها. تمام، فإذا كانت هنا من هنا خمسة، تمام من هنا خمسة، وإحنا عندنا قيمة ال L، ال L اللي تمثل شنو؟ تمثل شنو؟ عبارة عن الفرق بين ال Y C B ناقصا ال Y C G. فإذا ال YCB تماثل L زائدا شنو YCG، ال YCG هي 5 هذي، وال L وجدناها 0.45، فراح يصير عندك شنو المسافة إلى غاية لهنا شنو عبارة عن 5.41 7، والمسافة من القوة إلى النقطة B هي عبارة عن 4.583. تمام، فراح تكون عندك القوة مسلطة ابتداء من هذه النقطة على بعد 4.583. فلما نجي ناخذ محصلة القوة احنا راح يصير عندك 3 محاور، هذا محور الواي، تمام هذا محور الواي، خلنا نرسمها بصورة خطوط افضل، هذه الواي هذه الواي هذه الزد وهذه الاكس. ناخذ محصلة القوة بالاتجاه واي حتى نوجد مقداركم، نجي القوة بالاتجاه واي، اذا هذه بي صايرة باتجاه اي اتجاه، بي صايرة بالاتجاه شنو اتجاه اكس، بس لما نريد نسلطها بالاتجاه واي فنقدر شنو ناخذ منها، اذا بالاتجاه واي ناخذ منها نحللها الى قوتين، قوة راح تصير باتجاه منه اكس وقوة باتجاه شنو زد، فاحنا بما انه راح ناخذ محصلة القوة باتجاه فيها عبارة عن بي ساين بي ال ساين، ليش؟ لان هذه ثيتا هذه امتداد، فراح تصير هذه همين ثيتا تناظرية القضية، تمام؟ فهذه الزاوية كذلك أصير عندك هنا زاوية، فبي في ال
هذا الطول الكلي L capital L اللي هو منها لهنا هذا 10 ساين ثيتا اوكي هذه اول تان ناقصا هذه لان مجموعهم يساوي مجموعهم يساوي صفر ناقصا لان بعكس الاتجاه الاف لان احنا هسه احنا جاي ناخذ اتجاه زد هذه القوة المسلطة الاتجاه واي العفو راح تكون وحدة قريبة له راح تكون هذه عندك المعادلة نتيجة اتجاه محصلة القوة بالاتجاه واي فراح تقدر توجد منها بي يعني عندك قيمة الاف احنا حسبناها اوكي خمسة هنا احنا نريد نعرف القوة من هنا لهنا شقد هي عبارة عن خمسة ناقص مول ال اللي هي شقد هذي 4.53 تمام يعني هذه ثيتا تقدر تقولها راح تتحلل هذه الزاوية عندك إلى قوتين بي تحليل قوة تمام واحدة تكون عمودي واحدة تكون بهذا الاتجاه وواحدة تكون شنو بهذا الاتجاه نغير الكلام واحدة تكون بهذا الاتجاه وواحدة تكون بهذا الاتجاه فاحنا ناخذ اللي تخدمنا اللي هي باتجاه واي نجي نسوي محصل قوة بس باتجاه واي ونطبقها راح تطلع عندك قيمة البي تمام نجي المطلب الثالث قايل لك اريد ردود الفعل في هذه النقطة طبعا هي للتوضيح فقط هذه انا ما راح اطلبها منك نوعا ما فقط انا وحدنا انه وحد الحل مالتنا احنا بالنسبة لنا انت مجرد بالجزء الفقرة اي وجزء بسيط الى ان تحديد الواي سي بي والاكس سي بي اما هذه البقية فقط للتوضيح كيفية تحليل القوة لما تاخذ بعدين كي لك ردود الفعل على نقطة بي ردود الفعل على نقطة بي هنرجع لها نرجع للشكل الحقيقي في النقطة بي مثل ما جاي تشوفون منو عندنا محصلة تكون باتجاه عندك محصلتين واحدة بالاتجاه زد والثانية بالاتجاه اكس تمام فهنا ناخذ محصلة القوة بالاتجاه اكس تساوي صفر لان كل الفعل الرد فعلي يساوي المعدل عندك القوة بالاتجاه اكس بي اكس نسميها اتجاه من اليسار الى اليمين زائدا اف في ساين ثيتا هاي اف جاية بصورة مائلة فلازم تحللها الى قوتين اوكي تحلل الى قوتين قوة بهذا الاتجاه وقوة بهذا الاتجاه هذه اللي بقوة القوة بهذا الاتجاه راح يصير عندنا قوتين ف شنو صار عندك عندك هذه بي اكس ناقصا اف في شنو في خمسة هذه شنو هنا نعرفه بي اكس زائدا زائدا اف في نحن بنفس الاتجاه صير عندك زائدا بي اكس هذه بي اكس زائدا اف هذه الزاوية وين راح تصير؟ راح تصير هنا اوكي فالساين ياخذ منه البعيد اللي هي اف ساين ثيتا هذه القوة اللي هنا تصير اف ساين ثيتا وهذه اف كوساين ثيتا لاحسن عندك ناقصا بي لان هي اللي عكسهم عكس الاتجاه او صفر اف عندنا قيمتها
ساين ثيتا 10 على 6 هي بوينت 6 على 10 بوينت 6 اوكي. والبي موجودة قيمة حسبناها من هنا، فراح نقدر نحسب رد الفعل بالاتجاه اكس. نجي حتى نحسب رد الفعل بالاتجاه زد. المفروض المواد انتم ماخذينها السنة اللي فاتت الحقيقة بالميكانيك بالاتجاه زد حاليا، قوة ثانية بالاتجاه زد. خلي شوي بس اصب في الشكل. عندكم محصلة القوة بالاتجاه زد 9.0، عندك بي زد هذي اوكي، وعندك ناقصا. ليش ناقصا؟ ناقص الاف. اذا تتذكرون قبل شوي حللنا القوة، كنا واحدة بالاتجاه هذه واحدة، قلنا هذه الكوساين وهذه الساين اوكي. هذه الاسفل، هذه للاعلى، الاولى للاعلى، هذه للاعلى. حصل عندك بي زد ناقص اف كوساين ثيتا 9.0، تعوض عن الكوساين ثيتا اللي هي الاف قيمة 38 فورم مضروبة في كوساين ثيتا، الى تتكون هي عبارة عن شنو؟ هذه 8 وهذه 10. الكوساين شنو هو؟ معادلته عبارة عن شنو؟ مجاور الوتر، مجاور 8 والوتر هذا 10، تصير شنو؟ 0.8. يطلع عندك رد الفعل في النقطة زد. هذا كل ما في